السلام عليكم ورحمة الله، ومعكم سير أو سيراي بمقطع تحديات اليوم الثاني من تحديات الأوفر تايم. بشبش على كامل لكل التحديات وكيف نقدر نطلع للسائل الثاني. وقبل ما نبدأ لا تنسوا زر لايك على المقطع، واللي حاب يدعمني يقدر يحط كود المتجر سير. وخليكم مع التحديات. ونبدا بشرح التحدي الثالث، لان شرحنا التحديين الاثنين اللي من قبل. والتحدي يقول قم باحداث ضرب بمجموع 1000 على اللاعبين اللي ضدك. 1000 ممكن يبين رقم كبير شوي، بس في طريقه مره سهله عشان تخلص التحدي، وهي انك تلعب طور الاند جيم الخاص بمارفل. الطور هذا بيخليك تجمع اكثر من 1000 بجيم واحد، بس بتجمع 1000 وزياده حتى. لذا انصحك تدخل لطور مارفل، تشيل اي سلاح موجود معك او ممكن تكون مع فريق ثانوس ما ادري، ودمج اللاعبين اللي ضدك بمجموع 1000 في جيم واحد او في اكثر من جيم، وتكون خلصت التحدي. وعادي طبعا تخلص في طور السول دور سكواد او تيم رامبل اللي يعجبك. المهم انك تشيل اي سلاح ودمج اللاعبين ضدك بمجموع 1000 وعادي في اكثر من جيم، وكذا نكون خلصنا شرح التحدي الثالث. التحدي الرابع والاخير اليوم، قم بالوصول للتوب 10 ثلاث مرات في طور الدوز مع واحد من اصدقائك. لازم تدخل مع واحد انت ضايفه، ولو ما عندك واحد تلعب معه اكتب في تعليقات الاي دي تبعك وخلي الناس الباقيين يضيفوك، وحاول توصل للتوب 10 ثلاث مرات في طور الدوز. اهم شيء انك تلعب مع واحد انت ضايفه، ادخل طور الدوز العبوا جيم وحاولوا توصل للتوب 10. لو وصلتوا للتوب 10 ثلاث مرات، حتى لو في 5 جيم 10 جيم، المهم انكم ثلاث مرات وصلتوا للتوب 10، وبكذا تكون خلصت التحدي. وهذا مقطع اليوم. لو خلص الاربع تحديات كلها، تحديات اليوم الاول وتحديات اليوم الثاني، وبكذا بتكون اخذت ستايل من سلسله السكنات و4000 اكس بي، ويتبقى 2000 اكس بي والستايل كمان واللودنج سكرين واللي بتنزل بعد يومين تقريبا ان شاء الله. لا تنسوا لايك على المقطع وكل المجرسيه. اشوفكم المقاطع الجايه ومع السلامه.